الحمد لله رب العالمين، جعل المؤمنين إخوة في الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم يبعثون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الأخوة في الدين تعلو الأخوة في النسب. الله سبحانه وتعالى أمر بالمؤاخاة بين المؤمنين ولو اختلفت أنسابهم وتباعدت أوطانهم، فقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وأمر بمعاداة الكافرين ولو تقاربت أنسابهم، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه البخاري. أخي المسلم، كثير منا قصر في ذلك، والإنسان هو الإنسان منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى، تنمو في نفسه غريزة حب التملك وحب السيطرة، يستأثر نفسه بكل نفيس فيحرم غيره مما يحب، ويفوز هو بنصيب الأسد نتيجة لأنانيته البغيضة وحبه لنفسه وتفكيره في مصالحه، مصالح الشخصية. ونتيجة لذلك يتولد صراع حاد بين الناس، تبعا لتفاوت الأطماع وتفاوت الرغبات وحب الذات، مما ينجم عنه نزاع وتطاحن مستمر وفرقة دائمة. وهذا ما يجري الآن في بلادنا، هذا ما يجري الآن أمامكم جميعا: تقاتل على المناصب والكراسي وحب السيطرة، مما ينجم عنه ما لا تحمد عقباه. وهذا من جشع الرؤساء والكبراء وتهافتهم على الدنيا وتكالبهم على المناصب وحبهم للتعالي والظهور وحبهم للقتل والتشريد. إذ من الناس من لا تشبع غريزته إلا برؤية الدم، برؤية الدم يراق،
يراق بحق أو بغير حق، لا يفرح من هؤلاء العظماء إلا برؤية الآلاف صرعى أمامه، تطمئن عينه برؤيتهم كأن الله ملكه رقابهم، يذبح من يشاء ويقتل من يشاء، وما وجدت هذه الصفة إلا عند ابن آدم الظالم. نسي أنه يقتل ابن وطنه، يقتل ابن عروبته، يقتل ابن دينه، ولكن الله لن ينساه، ولكن الله لن ينساه. إن الله يمهل ولا يهمل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول سبحانه وتعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسل، إن الله عزيز ذو انتقام. ويقول سبحانه وتعالى في حديث قدسي: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المسلمين قبل أن يفارق الدنيا ويلقي إليهم خطبة الوداع، فيقول لهم فيها: لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ولن يكون ذلك إلا إذا انحرفوا عن الطريق المستقيم وتفرقوا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. ولكن هل تنبه المسلمون لكل هذا؟ هل دار بخاطرهم أن الاستعمار يبذل جهد من وراء ستار لينال من وحدتهم، وأنه يسعى جاهدا لتفتيت أمتهم وتفريق كلمتهم وتمزيقهم إلى دويلات صغيرة ليلتهمها ويسيطر عليها الواحدة تلو الأخرى؟ هل دار بخاطر المسلمين أن تكاتفهم يؤلم الاستعمار ويزعجه؟ إن هذه الدمى التي تحركها أصابع الاستعمار في بلادنا سوف لا تبقى، سوف لا تبقى إن شاء الله، ولا تجد من يستجيب لها. فدولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. إخوة الإسلام، فلنفكر قليلا أننا مسلمون، ولنتمسك بحبل الله المتين، نتمسك بحبل ديننا، فوالله إننا لفي نعمة كبيرة نحسن عليها، ولكن لا نقدرها حتى نفقدها. ونحن اليوم قد أعطينا صورة سيئة عن الإسلام، لأننا ندعي الإسلام، ندعي الإسلام ولا نمثله تمثيلا حقيقيا. فيرى الأجانب صورة الإسلام مشوهة في أشخاصنا فيبعدون عنه، بل ويكرهون الإسلام وأهل الإسلام لما يروا من عادات سيئة تطبعت فينا باسم الإسلام، والإسلام منها براء. فانتشر الفسوق في معظم بلاد المسلمين باسم الحريات، هذه حرية شخصية. انتشر الفسوق، شيدوا المراقص والملاهي باسم الترفيه عن الأجسام، أحلوا الربا باسم الاقتصاد حتى انحلت أخلاق الأمة، وجلبوا الخمور والمخدرات وزينوها للشباب والكهول حتى عم خطرها، وأصبحوا لا غنى لهم عنها في محافلهم ومجالسهم،
فأضرت بصحتهم وأسقطت كرامتهم وبددت ثروتهم. فالعيب كل العيب فينا، لأن كثيرا من الناس يحتجون بأن الزمان متطلباته تقتضي ذلك، وإذا قلنا لهم هذا يمكن أن تغرس أنتوا قدام old fashioned اللي بيقولوا، يعني خلاص إن الزمان يحتاج هذا تقتضي ذلك تمشيا مع حركة الزمان وتطوراته. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جعله خليفة في الأرض، زوده بالتقوى والمواهب ليسود الأرض. ولا يمكن أن يحقق الإنسان أهدافه إلا إذا أخذ حقوقه كاملة. في مقدمة هذه الحقوق التي ضمنها الإسلام حق الحياة، وحق التملك، وحق صيانة العرض. هذه الحقوق واجبة للإنسان بقطع النظر عن لونه أو دينه أو جنسه أو وطنه. وأول حق من هذه الحقوق الذي يفرض الإسلام حمايتها حق الحياة، وهو حق مقدس لا يحل انتهاك حرمته. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا قتلت اقتل بالحق، فما هو الحق الذي يستحق القتل؟ فسره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عن ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم، يعني يجوز قتله، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب الزاني الشخص المتزوج عندما يزني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا هو الحق، غير ذلك لا يجوز قتل. ولكننا الآن نرى القتلى بالآلاف، ومن حرص الإسلام على حماية النفوس أنه هدد من يستحل القتل، هدد من يستحل القتل بأشد عقوبة. فيقول تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا كما نرى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، رقم واحد، وغضب الله عليه ولعنه، ثلاثة، وأعد له عذابا عظيما. لمن يقتل مؤمن متعمد،
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية تقرر أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الدائم، والخلود المقيم في جهنم، والغضب واللعنة والعذاب العظيم. ولهذا قال ابن عباس ترجمان الأمة رضي الله عنه قال: لا توبة لقاتل مؤمن عمدا. لا توبة، حتى انت قالت لا توبة لقاتل مؤمن عمدا. لماذا يا ابن عباس؟ قال: لأنها آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض، أهل السماء جميعا وأهل الأرض جميعا، اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. أكبهم الله جميعا في النار. وقد شرع الله سبحانه وتعالى القصاص وإعدام القاتل انتقاما منه وزجرا لغيره، فقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا عن حق الحياة. وكما أن الإسلام احترم حق الحياة فإنه احترم حق الملكية. حق الملكية ليس حق السرقة في ممتلكات الشعوب، واعتبره حقا مقدسا لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه. ولذلك حرم السرقة، الإسلام حرم السرقة، حرم الغصب، حرم الربا، الغش، تفريط الكيل والوزن، الرشوة، واعتبر أن كل مال أخذ بغير سبب مشروع أكلا للمال بالباطل، وهذا يعتبر فسادا في الأرض. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يحاربون الله، عدم تطبيق شرع الله وعدم اتباع منهج رسول الله، وإنما جزاء الذين يحاربون، هذا حرب لم يطبق شرع الله، هذا حرب لله، يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكما يحرم عليك دم أخيك المسلم ويحرم أيضا ماله وممتلكاته، يحرم عليك انتهاك عرضه بأي حال من الأحوال. ورأينا كثيرا من انتهاك الأعراض سواء بالأقوال أو الأفعال أو غيرها من الوسائل الذميمة. قال بعض السلف: ليكن حظ أخيك المؤمن منك ثلاث، أخوك المؤمن يكن حظه منك ثلاث: إن لم تنفعه فلا تضره، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تزمه. حظ أخيك منك ثلاث أيها المؤمن: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه، آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، يتبع الله عورته، مش البوليس، يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، ولو في جوف بيته. رواه أبو داود وآخرون.
اللهم انصر إخواننا في بلاد المسلمين ضد الطغاة الظالمين، اللهم أيدهم بمدد من عندك يا رب العالمين، اللهم حقق آمالهم، اللهم ثبتهم على الحق وثبت الحق معهم، اللهم ارحم شهداء المسلمين واجعلهم في عليين مع النبيين والصديقين. نسألك اللهم أن تأخذ أخذ عديد مقتدر كل ظالم وطاغية متألهم في الأرض. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واعلي بفضلك كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة.